السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن بصدد القيام بدرس في الرياضيات بعنوان جمع الأعداد العشرية. ننطلق من الوضعية الانطلاق التالية. الجدول التالي يبين النقاط التي حصل عليها مشاركان في رمي النبال. أحمد حصل على 13.75 في الرمية الأولى و 12.6 في الرمية الثانية، بينما إبراهيم حصل على 14 في الرمية الأولى و 11.99 في الرمية الثانية. إذن احسب عدد النقاط التي سجلها كل متبار في الرميتين معا، ثم حدد من هو الفائز من بين هذين المتباريين. إذن للإجابة عن الوضعية سنقوم بعملية الجمع. سنجمع نقط الرمية الأولى مع نقطة الرمية الثانية بالنسبة لأحمد، وكذلك نقطة الرمية الأولى مع نقطة الرمية الثانية بالنسبة لإبراهيم. إذن من أجل هذا بالنسبة لأحمد سنستعين بجدول العد. بالنسبة لأحمد نقطة الرمية الأولى 13.75، بالنسبة للرمية نقطة الرمية الثانية 12.6. إذن كما نرى نستعين بجدول العد، نضع الأعشار كم أعشار، الأعشار تحت الأعشار، جزء من المئة تحت جزء من المئة، واحدة تحت واحدة، ونلاحظ بأنه يمكننا بأنه يجب علينا كذلك وضع الاستعانة ببعض الأصفار الزائدة كما نلاحظ هنا، استعانة ببعض الأصفار الزائدة لكي تسهل علينا عملية الجمع. إذا سنقوم بعملية الجمع. 5 + 0 تساوي 5، 7 + 6 تساوي 13، نكتب 3 ونحتفظ بواحد. إذا الطريقة الاعتيادية للجمع 3 + 2 5 + 1 6، نعم 1 + 1 هي 2، نعم. إذا نمر إلى إبراهيم. بالنسبة لإبراهيم حصل في الرمية الأولى على 14، بينما حصل في الرمية الثانية على 11.99. بالنسبة لإبراهيم كذلك سنقوم بوضع الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، وكذلك سنستعين بهذه الأصفار من أجل تسهيل العملية. إذا ثم نتابع عملية الجمع. لدينا 0 + 9 9، 0 + 9 9، 4 + 1 5، 1 + 1 2. إذا نلاحظ أن أحمد حصل على مجموع نقط 26.35، بينما حصل إبراهيم على 25.99. إذا من هو الفائز بين هذين المتباريين؟ إذا الفائز هو أحمد، نعم أحمد حصل على مجموع نقط أكبر من إبراهيم. إذا لحساب مجموع العددين العشريين 82.45 و701.3 نضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري، ونعوض الأرقام الناقصة بالأصفار. إذا كما نلاحظ هنا لدينا 701.3 82.45، نضع الفاصلة تحت الفاصلة، الأعشار نبدأ بالأعشار 3 في صف واحد مع 4، ثم نضع 5، بالنسبة للعدد الأول نضيف العدد 0 في جزء من أجزاء 100 لتسهل علينا العملية. بالنسبة للوحدات 1 مع 2، العشرة 0 و8، بالنسبة للمئات لدينا 7 في العدد الأول، ثم نضيف 0 في العدد الثاني بحيث أنه لا يغير شيئا في العدد. 0 + 5 5، 3 + 4 7، ثم الفاصلة، ثم 1 + 2 3، 0 + 8 8، ثم 7 + 0
7. إذا نحصل على العدد 783.75. شكرا على انتباهكم إلى